السلام عليكم احبائي الجيمرز، مرحبا، اتمنى تكونوا بصحه جيده. معكم زياد من قناه جيمنج رايدر زون او متسابق الالعاب، ورجعنا لكم يا شباب اليوم بفيديو غير شكل عن الفيديوهات اللي بننزلها. طبعا هاي المره انا مطلع حالي، فحابب يا شباب اشارككم بشغله يا شباب صارت معي، وحابب انه احكي لكم كيف راح يصير مستقبل القناه باذن الله، يعني الايام الجاي كيف راح يكون المحتوى. فاحنا ان شاء الله يا شباب القصة كالاتي اللي صار معي يا شباب خلال الفترة. نزلت اخر اشي فيديو عن المحاكي يا شباب. طبعا يا شباب بعد المحاكي اكلت سترايك على القناة او انذار على القناة، والمسح لي فيديو من الفيديوهات. طبعا جدا يعني قديم، تقريبا صار له 5 اشهر الفيديو المسح لي، فما في مشكلة ان شاء الله، الحمد لله وشكر الله. طبعا يا شباب منعوني انزل فيديو لمدة 7 ايام زي ما انتم عارفين، او انتم بتعرفوا انه انا منعت انزل فيديوهات لمدة 7 ايام. طبعا يا شباب بنص الاسبوع اللي صار كالاتي، انه كمان فيديو تاني مسح من عند قناتي، فاكلت كمان مرة سترايك الحمد لله كل حال. فان شاء الله يا شباب فانا روحت قررت يا شباب مسحت كل الفيديوهات اللي كانت عندي من قبل تحميل وتنزيل الفيديوهات، لانه صرت اخذ سترايك عن القناة، لانه مش حابب انه اخسر القناة واخسركم كمان، لانه انا بسوي اشي جدا جدا بحبه اداء الجهاز. وهكذا راح يصير ان شاء الله الفيديوهات. وانتو كمان شباب اكتبوا لي اقتراحاتكم يا شباب تحت بالكومنتات، شو حابين ننزل على محتوى القناة، وانا جدا 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 يعني دغري برد يعني على اي كومنت. وانتو بتعرفوا يا شباب يعني القدام عندي بالقناة كل اخواننا بيعرفوني انه دائما كل شيء برد عليهم. فجدا يا شباب انا متأسف انه مش راح ابلش، يعني خلص وقفت انه انزل هيك شغلات على القناة بخصوص يا شباب السترايك، فانه خلص اخر سترايك يعني باي باي. طبعا يا شباب راح خليكم رابط القناة الاحتياطية تحت بالدسكريبشن. فاتمنى يا شباب كل الشباب اللي بشوف هذا الفيديو، اتمنى انك تروح تشترك بالقناة، فلا سمح الله صار ما صار اتمنى انك تروح تشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اجمل الفيديوهات. طبعا يا شباب كمان احنا بننزل شغلات المنتدى وتقييمات وشو الفيديوهات اللي حابين ننزلها. طبعا يا شباب شاركونا ارائكم كلياتها، وان شاء الله يا شباب انا مستمر باذن الله بتنزيل محاكيات. وان شاء الله يا شباب بعد هذا الفيديو راح ننزل مجهز لكم كمان فيديو اللي وعدتكم فيه من قبل ما يصير عندي سترايك على القناه، هو افضل اعدادات للكرت الشاشه وزياده الاداء بنسبه 25%. طبعا يا شباب اذا حابين كمان انزل فيديو ثالث بعدي انه اعملكم كسر سرعة على كرت الشاشة، مكتوبوا لي تحت الديسكريبشن. فهذا كان يا شباب الفيديو، بعرف انه شوي طويل، فانا اسف يا شباب، وان شاء الله نقدم محتوى افضل واقوى باذن الله، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. نشوفكم على خير، وكان معكم زياد من قناة جيمنج رايدر زون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم على خير.